ولد بعد 30 سنة من عام الفيل. عام الفيل اللي ولد فيه مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا علي أصغر من الرسول بكام؟ ب30 سنة. طبعا سيدنا علي كان من ضمن عدد من الأولاد لأبي طالب وأولاده كترم، والكون أبو طالب احتضن النبي صلى الله عليه وسلم ورباه في بيته وهو صغير، وكانت زوجته زوجة أبو طالب فاطمة بنت أسد، يعني كانت بمثابة الأم الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي برضو ولدت سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. أراد الرسول أن يكافئ عمه أبا طالب. الرسول حين تزوج من السيدة خديجة وكانت له تجارة، اتكلمنا السنة اللي فاتت في مصادر دخل النبي عليه الصلاة والسلام، كان له تجارة وحالته المادية تيسرت، فراح لأخوه العباس وقال له: تعالى يا عباس، الأزمة الاقتصادية اليومين دول شديدة، فهيا بنا إلى أبي طالب تأخذ منه ولدا وأخذ منه ولد، نكفلهم يعني ونربيهم عنه وننفق عليهم. فأخذ العباس واحدا، خد تقريبا عقيل ابن أبي طالب، أو الأبو طالب قال لهم سيبوا لي عقيل وجعفر وخذوا اللي انتوا عايزينه، فأخذ العباس واحدا، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم عليا، وكان أصغر أبناء أبي طالب. سيدنا علي كان أصغر الأبناء.